حضرتك كلمنا عن الأجنحة اللي أغلقت في السنة دي في المعرض. تم إغلاق 4 أجنحة بسبب تزوير الكتب السنة دي في جولات مفاجأة داخل سور الأزبكية. أظن دي كانت رسالة واضحة إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هيطبق القانون ولن يرضى بوجود كتب مزورة أو اعتداء على حرية الملكية الفكرية فيما بعد. طيب المبيعات السنة دي غير أي سنة في إقبال؟ بالفعل في إقبال، احنا داخلين على 3 مليون زائر اهوت، والمبيعات أكتر من السنة اللي فاتت في الهيئة ب 150%. عدد النسخ المباعة حوالي 183 ألف نسخة على مدار فترة المعرض. أظن ده بيقول إنه في إقبال شديد جدا من شبابنا على القراية. بالمناسبة في إحصائية بتقول إنه نسبة الإقبال من الشباب 65% من الإقبال، شباب من 18 ل 30، وأظن ده بيقول مستقبل مصر عامل إزاي في الفترة اللي جاية.